اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال طقس بربوع المملكه ليوم الاربعاء. غادي تشكل سحب كثيفه مصحوبه بزخات مطريه ضعيفه او قطرات مطريه محليه فوق مرتفعات الاطلس والسهول الغربيه المجاوره شرق البلاد. عدا ذلك غادي تظل الاجواء قليله سحب الى غائمه جزئيا بباقي جهات المملكه. بالنسبه للرياح غادي تكون غربيه قويه، غادي تهم منطقه طنجه وغادي تضعف قوتها عند نهايه النهار، كما غادي تبقى الرياح ضعيفه الى معتدله وشماليه بالجنوب الشرقي وبالاقاليم الجنوبيه للمملكه. بالنسبه لدرجات الحراره خلال الليل غادي تتراوح ما بين 4 و3 درجات بالمرتفعات وما بين 4 و13 درجه بشمال ووسط المملكه، وغادي تكون ما بين 10 و16 درجه بالمنطقه الجنوبيه. اما درجات الحراره خلال النهار غادي تعرف واحد انخفاض تدريجيا شمال المملكه. بهذا كنختموا معكم نشره جويه، كنشكر لكم طيب المتابعه، في امان الله.